السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما معكم بالعيد منتقي الناطق الرسمي لعصبة الدار البيضاء سطات، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية حي عديل البطل دنون عبد الحق لتحقيق واحد الإنجاز كبير وكبير جدا ضمن مسابقة مدينة الجرار. وشوفوا البطل ديالنا كيفاش شاهدت المسابقة واش كان حاضر في الديكلاراسيون ولا جلقى الحمام. السلام عليكم الأخ عبد الحق. السلام ورحمة الله، وكنت حاضر وجا كان مع الجو كان شويه قاصح، والحمد لله حققنا واحد النتيجه ايجابيه، وكنشكر السي بالعيد على هذه المجيئه هذه مسكين محلنا ويسمح لينا، وكنشكر اعضاء ديال عصبه الدار البيضاء، والله يوفق الجميع ان شاء الله في المسابقه الجايه. بالنسبه للاخ عبد الحق، توقيت الاعلان ديالك في الديكلاراسيون الاخ هو 4:19 دقيقه و17 سكون و17 ثانية. مبروك عليك الأخ عبد الحق. وبالنسبة لي الحمامة اللي علمت عليها كما كتشاهدوا معنا في الصورة، هذه هي الحمامة المعلنة على البطل ديالنا دنون عبد الحق عن جمعية حي عديل وفي هذه المسابقة ديال مدينة الجرار. وبالنسبة لهذه الحمامة الأخ دنون، شنبورة كبيرة. باقا صغيرة هذه، باقا شنبورة، وكانت حققت نيت إنجاز أخر، كانت ضربت برميانا عاوتاني في أركان الأولى، وهي عاوتاني كتحقق نتيجة أخرى. الحمد لله هذه السلالة ديما ما كتحشمهاش، ديما كدير كتحقق نتيجة مزيانة الحمد لله، وتتبصم بصمة ثانية ضمن المسابقة ديال مدينة الجرار وعصبة الدار البيضاء عاوتاني، وضمن عصبة مدينة الدار البيضاء الأخ دنون. ومبروك عليك ومبروك عليك وكتكون بين الأوائل سواء في جمعية حي عديل ولما لا عصبة الدار البيضاء. وبالنسبة للأخ، بالنسبة للبالماريز ديال هذه الحمامة الأخ دنون، إذا كان ممكن خويا، هذه فيها الراكيط وفيها الكاتريس. كاتريس كانت خالتها هي اللي حققت واحد الانجاز ذاك العام في ايمن تانوت وفي حد بالفاع. حد بالفاع والحمامه جات كانت ذات جوج برميانات حتى هي نفس الشكل حققته هذه الحمامه. هذه الحمامه باقاش انجاز. مبروك عليك الاخ عبد الحق. وبالنسبه للديكلاراسيون لقيتي معك شي صعوبه ولا جات دخلات؟ لا ما كاين لا صعوبه لا والو، جات حطت ديريكت. عندك الجهاز الالكتروني؟ عندي جهاز الكتروني، جات ديك الساعه هذيك لايف. وكاين شي استعداد في هذا الاسبوع فاش ديك الحمامه؟ ان شاء الله نطلبوا من الله يسخر الجميع، ولا كان شي نتيجه اخرى شكون اللي كره. قبل من المسابقه ديال مدينه الجرار واش كانت الاستعدادات شويه كاين لوطري ماركي؟ ضروري من الاستعدادات، الا ما كان استعدادات راه ما كاين والو، الاستعدادات هي كل شيء، خصوصا البريباراسيون ديال الحمامه، الانسان اللي ما كيبريباريش راه ما ينتظرش شي نتيجه مزيانه. الحمد لله. وشوفوا واحد الاخ حتى هو اللي كيحضر معاه مره في الديكلاراسيون الاخ رفقي، غادي يتكلم لنا اكثر على البطل ديالنا دنون عبد الحق، كيفاش كتشوف هذا البطل هذا ضمن هذه المسابقه؟ كيعجبني هادشي اللي دير تبارك الله، الله يكمل بك على الجزائر. كنشكروك الاخ، كنشكروا جميع المشاهدين سواء في الوطن العربي، اوروبا، امريكا، المملكه المغربيه خاصه، وجميع الابطال سواء الابطال ديال جمعيه حي عديل او ابطال عصبه مدينه الدار البيضاء. والاخ دنون كاين شي استعداد بالنسبه للمسابقات المتبقيه؟ هذا الاسبوع هذا كاين راحه، اسبوع ضروري كاين استعداد، دائما استعداد، اذا ما استعدتيش راه ما كاين والو، راه خص دائما استعداد. وكنقول للمولع دائما خاص تهلو في الحمام، اذا ما تهليتيش راه ما دير والو، هذه هي الحقيقه. ولا راس خاصها تكون لا راس، اذا ما كانش لا راس على الثاني راه ما كاين والو. وكنتمنى التوفيق للمسابقه لجميع الموالع ان شاء الله باذن الله المسابقة الجاية إن شاء الله. وشكرا سي بالعيد عاوتاني، وكنشكروك بزاف لأنك تمحن بزاف والله العظيم، راه سمح لنا بالله، سمح لنا بذنوبك الصراحة. الحمد لله ما كاين مشكل، هادشي كلشي في سبيل الولاعة. كلمة الحق خصني نقولها، لأن الإنسان مسكين كيتمحن وكيتنقل بالموطور ديالو، الله يسمح لنا بذنوبك ودي سميتو سي بالعيد. وكنشكروك بزاف مرة أخرى، وكنشكر السير الاخ رفيق تاعو على الحضور ديالو، وكنتمنى جميع الموالي في عصبه الدار البيضاء التوفيق ان شاء الله باذن الله. الحمد لله. شي تحيه الاخ دنون، شي تحيه بغيت تقدمها للاخوان سواء في الدار البيضاء وخارج البلد ديال الدار البيضاء. كنتمنى التحيه لجميع الموالي على في الشيشاوه، كاين الاصدقاء ديالي في الشيشاوه، كنسلم عليهم بزاف، وكنتمنى لهم التوفيق، وجميع الموالي في المغرب كامل الله يوفقهم والله يوفق الجميع. وشكرا الاخ. تشكرك الاخ عبد الحق دنون، تشكر الاخ اللي كيتواجد معنا في البلاطو مباشره من عند البطل ديالنا دنون عبد الحق، بطل جمعيه حي عديل وبطل عصبه مدينه الدار البيضاء، لتحقيق واحد الانجاز كبير وكبير جدا ضمن هذه المسابقه ديال مدينه الجرار. ودائما معكم بالعيد منتقي الناطق الرسمي لعصبه الدار البيضاء سطات. تشكر جميع الاخوان اللي كيشاهدونا عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب، وجميع الابطال المغاربه اللي كيتواجدوا في الوطن العربي، اوروبا، امريكا، المملكه المغربيه. الى هنا نستودعكم الله، وبامل اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر ومع مسابقه اخرى، في امان الله.